السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد من كورس الكمبيوتر فيجن. المفروض إن إحنا النهاردة كنا نتكلم على السيفت ألجوريزم اللي هو سكيل انفاريانت فيتشر ترانسفورم. بس قبل ما نتكلم على السيفت، إحنا متعودين إن إحنا أي حاجة بنشرحها كماس لازم نطبق عليها الكود. فإحنا المرة اللي فاتت اتكلمنا على البروب ديتكشن باستخدام اللوسيان أوف جوسيان والدريفاتيف أو الديفرنس أوف جوسيان، وعرفنا إن إزاي الألجوريزمز ديت بتعمل ديتكت على البلوبز اللي بتكون موجودة في الصورة. فأنا دلوقتي معايا صورة اهي فيها الزهره بتاعت عباد الشمس. انا متعمد ان انا اجيب الصوره دي لان هي فيها بلوبز كتير. الدوائر اللي هي السمراء دي هي دي البلوبز اللي احنا عايزين نعمل عليها الديتكشن بتاعنا، وهتلاحظ ان هنا في بلوبز كبيره وبلوبز صغيره. فانا عايز اجي عند كل دايره سمراء هنا واعمل عليها زي سيركل كده، تمام؟ طيب تعالى نشوف هنعمل الكلام ده ازاي في الكود. اول حاجه هنجيب مات بروتليب سي في 2، جبت اوبريتنج سيستم عشان اغير الدايركتور بتاعي واقرا الصوره. قرات الصوره كجراي سكيل، طبعا الكلام ده كله خلاص عارفينه مش محتاج ان انا اقوله. بعد كده بقى ازاي بتجيب البلوب ديتكشن من السي في 2؟ في هنا تو فانكشنز مهمين جدا. فانكشن الاولى اسمها سيمبل بلوب ديتكتور اندر سكور بارامز، دي ان انت بتحط الهايبر بارامتر بتاعتك عشان تجيب حاجات معينه من الصوره. يعني انت عندك الصوره دي في دوائر كبيره وفي دوائر صغيره، او في ممكن تعمل ديتكت باستخدام الكالر مثلا، في ممكن تعمل ديتكت على حسب الاريا، ان لو الدايره دي بتاعت البلوب ليها اريا معينه فانا هاخدها، الاريا ديت مش مناسبه بالنسبه لي فانا مش هاخدها. فكمان بتحدد يعني ايه ثريش هولد بالنسبه للكالر، وبتحدد اللي هو الثريش هولد العادي اللي انت عشان تحول الصوره اللي هو الابيض واسود. ففي كذا بارامتر يعني بناء على المشكله اللي انت شغال عليها على حسب السايز بتاع السيركل نفسها اللي انت عايز تجيبها. ممكن يكون في البلب مش على شكل سيركل، او يعني ما تكونش كامله في الصوره، ممكن تلاقيها عامله زي شكل كونفكس او كونكيف وهكذا يعني. فانت بتحط الهايبر بارامتر بتاعتك في الصوره، بتحط يعني بتظبط الهايبر بارامترز بتاعتك الاول، او ممكن تستخدم الديفولت. احنا الاول هنا هنحط مجموعه هايبر بارامتر، او ممكن ما تحطش انت الكلام ده كله. ولو انت مش فارق معاك يعني ان انت تجيب بلبز معينه، تجيب الفانكشنز دي على طول اللي هي سيمبل بلب ديتكتور كرييت، دي اللي انت هتستخدمها عشان تعمل بيها ديتكت على البلوبز اللي موجوده في الصوره. انما لو انت مهتم بموضوع الهايبر بارامتر فانت هتروح الاول تظبط القصه بتاعت الهايبر بارامتر دي. طيب تعال نشوف الهايبر بارامتر دي. اول حاجه خلاص هو هنجيب سي في 2 سيمبل بلوب ديتكتور اندر سكول بارامز، ومش هنحط حاجه هنا، واخزن الكلام ده كله في فاريبل اسمه بارامز. وبعدين اجيب بقى البارامز دي وابدا اظبط الهايبر بارامتر بتاعتي. اول حاجه هنحدد ثريش هولد. احنا عارفين ان اي صوره الالوان اللي فيها من 0 ل 255، فانا هقول البارامز دوت مينيمم ثريش هولد اللي هي مين ثريش هولد هتبقى زيرو اللي هو اقل رقم خالص، والبارامز دوت ماكسيمم ثريش هولد هتبقى 255. وهو بقى احنا كده ادينا له المينيمم والماكسيمم، هو بقى يظبط يعني الالجوريزم هيظبط الدنيا مع نفسه كده بحيث ان هو يجيب القيمه المناسبه بالنسبه للثريش هولد. فاحنا هنفضل نقول بارامز دوت بارامز دوت وهكذا يعني عشان نظبط الهايبر بارامترز بتاعت الالجوريزم ده. بعد كده هنقول فلتر باي اريا، هنعمل فلتر عن طريق الاريا. انا زي ما قلت لك من شويه كده ان الصوره بتاعت عباد الشمس دي في كذا سيركل حجمها كبير وحجمها صغير، فانت ممكن تكون مش عايز تجيب السيركل اللي حجمها صغير، فهتحط ان المينيمم اريا مثلا انا حطيتها هنا ب 50، فهنا هيجيب لي يعني هيبدا من اول السيركل اللي يكون الاريا بتاعتها 50، والماكسيمم لحد الماكسيمم اللي هو 10000. طبعا هنا بتقول ان البارامز فلتر باي اريا، احنا هنعمل فلتر للصوره دي، يعني هعمل فلتر للصوره بتاعت عباد الشمس دي عن طريق الاريا. طالما قلتها ترو يبقى انا هعمل عن طريق الاريا، لو قلت فولس يبقى خلاص مش هتعمل عن طريق الاريا. طيب هنا خلاص عرفنا المينيمم والماكسيمم. بعد كده هنا هنعمل فلتر باي كلر، لو انت عايز تعمل فلتر للصوره باي كلر. فهنا في بارامترز اهو بارامز اللي هو البارامز ده دوت فلتر باي كلر، هنعملها هنا في فولس ان احنا مش هنعمل فلتر باي كلر، واقول له ان الكلر اللي انا عايز اعمل عليه ديتكت انا اللي هقول له بقى احدد له هنا ان البارامز دوت بلاب كلر ايكوال زيرو. زيرو دوت اللي هو اللي احنا هنعمل ديتكت على، خلينا نعمل زوم كده هنا على الدوائر السمراء دي طبعا لما تتحول لثريش هولد هتبقى ابيض واسود، فهتلاقي ان دي هي عباره عن دوائر سمراء، والاصفر ده هتلاقيه هو اللون الابيض، او العكس يعني على حسب نوع الثريش هولد اللي بتطبق. بس هنا انا بقول له زيرو يعني اللون الاسمر. لو انت عملت دي شلتها وعملتها واحد وعملت دي ترو يعني انت هتعمل عن طريق الكلر بقى، هيبقى عندك لون تاني غير اللون الاسمر فهتخلي دي ترو،
وهتحط هنا واحد هتلاقي مش هيعمل لك اي ديتكت على السيركلز اللي هي لونها اسمر، مش هيعمل لك ديتكت على حاجه خالص في الصوره. خد انت الكود ده اللي انا طالبه منك، واقعد غير في البارامترز دي وشوفها بتاثر في ايه في الصوره. بعد كده هنيجي هنا هنقول برضو هنعمل فلتر عن طريق السيركلاريتي اللي هو النصف القطر او الريديوس بتاع الدايره. فانا هقول له ده بارامز دوت فلتر باي سيركلاريتي بترو، يعني انا هعمل عن طريق النصف القطر، وبحدد له المينيمم برضه والماكسيمم. المينيمم 5 من 10 والماكسيمم هيبقى 1. وهنا لو انت عايز تعمل فلتر عن طريق الكونفكسيتي اللي هو الكونفكس، لو انت عندك مثلا بلوب في الصوره بس البلوب دي عامله زي شكل كونفكس، فانت عايز تجيبها فهتحط دي بترو. والمينيمم بتحدد قيمه للمينيمم وبتحدد قيمه للماكسيمم. ما هنا القيم دي ما بتحفظهاش، انت بتفضل تجرب، يعني مش حاجه كونستانت كده. فانت بتفضل تجرب وعلى حسب البروبلم اللي انت شغال عليها بتجيب اللون بتاع، لو انت هتعمل ديتكت باللون، او هتعمل ديتكت عن طريق الاريا بتاعت كل سيركل، او هتعمل ديتكت عن طريق الراديوس، او عن طريق ان هي كونفكسيتي او مش كونفكسيتي وهكذا. بس احنا كده يعتبر عملنا كل البارامترز بتاعتنا، والكلام ده كله متخزن فين؟ متخزن هنا، متخزن في الفاريبل اللي اسمه بارامز. فدوت اللي انا اعمل عليه بقى الديتكشن بتاعي. فاقول سي في 2 دوت سيمبل بلاب ديتكتور اندر سكور كرييت وعلى البارامز دي. فانا كده بالشكل ده جبت الالجوريزم بتاعي واديت له البارامترز دي، هي اكني هنا حطيت الهايبر بارامترز، يعني ظبطت كل حاجه بالنسبه للبلابس اللي انا عايز اجيبها في الدايره واديتها للالجوريزم ده عشان ان هو يساتسفاي يعني الحاجه دي. تمام. طب وخزنت الكلام ده كله في فاريبل اسمه ديتكتور. الديتكتور ده بقى اللي انا هاخد اعمل بيه ديتكت على ده كده خلاص، ده الالجوريزم بتاعي وظبطت الهايبر بارامترز وكل حاجه تمام. اخده بقى اعمل بيه ديتكت على الصوره الاصليه اللي هي اللي احنا شفناها من شويه. هقول ديتكتور دوت ديتكت وادي له الصوره اللي احنا قرأناها في الاول خالص، واخزن الكلام ده في فاريبل اسمه كي بوينتس. كي بوينتس اللي هي الفيتشرز بتاعتنا او البلابز بتاعتنا. بس بسهوله كده يعني. وهنا هنا لو انت عايز تشوف اللين بتاع الكي بوينتس ده، يعني لو انت عايز تعرف انت عندك كام بلوب في الصوره. بعد كده هنرسم بقى البلوب دي. احنا عايزين خلاص، احنا جبنا الالجوريزم من هنا وحطينا الهايبر بارامتر بتاعته، وبعد كده عملنا ديتكت على البلوب اللي موجوده في الصوره. فانا عايز ارسم البلوب دي، ارسمها بقى على الصوره الاصليه بتاعتي. اقول سي في 2 دوت درو كي بوينتس. درو كي بوينتس دي اللي بترسم لي السيركل بتاعتي على الصوره الاصليه. فانا هدي له هنا الصوره وادي له هنا الكي بوينتس اللي هو هيرسمها اللي احنا جبناها من شويه اللي هي الكي بوينتس دي. تمام. اللي هي البلوبز نفسها. وهنا الاوت ايمج لو انت عايز تحط صوره ثانيه، يعني لو انت عايز تعمل ماتش ما بين صوره وصوره، عندك صوره فيها مجموعه بلوبز وانت والبلوبز دي، يعني انت دلوقتي عندك صورتين، صوره فيها مجموعه بلوبز والصوره الثانيه اللي هي دي مثلا، يعني هي دي، تخيل ان في صوره ثانيه والصوره دي، الصوره الثانيه دي اللي فيها بلوب عايز تعمل لها ديتكت هنا اكنك هتعمل ماتش. فلو انت عندك صوره تانية يعني هنا بتحط الصوره دي، بس هنا دي يعني هنحطها نون، احنا ما عندناش صوره تانية، احنا هنعمل بلب على الصوره نفسها بتاعت عباد الشمس. وهنا هنحدد الكالر اللي هو ادي بي جي ار اللي هو هيكون ريد. وهنا بنحط الفانكشن التانية دي عشان اللي هي سي في 2 دوت درو ماتشز فلاجز درو ريتش كي بوينتس. دي بتعمل ايه؟ دي بتبقى حاجه كونستانت كده، طبعا في كذا نوع منها، بس ديت عشان يجيب لك السايز بتاع كل دايره على حسب السكيل بتاعها. يعني انت هنا مثلا السكيلز بتاع الدوائر، السكيلز بتاع الدوائر دي كلها هو مش نفس السايز، يعني هنا الدايره دي مش زي السايز بتاعها، مش زي الدايره دي. فالفانكشن دي بتعمل لك الدايره، الكلام ده كله بيعمل لك ايه؟ بيعمل لك الدايره حوالين البلوب على حسب السايز بتاعها. تمام. موضوع سهل يعني. بعد كده هنعملها ام شو، مره باستخدام ماتبلوت ليب ومره باستخدام سي في 2. وهنا ويت كي ودستروي اول ويندوز، ولو انت حابب تكتب الصوره ديت او تخزنها عندك على اللابتوب بتاعك. طيب خليني اعمل رن دلوقتي كده ونشوف البلابز اللي هتظهر لنا. دي الصوره اهي، لو انتوا واخدين بالكم اهو دي البلابز اللي هي الدوائر الحمراء دي، السيركلز الحمراء دي كلها. طبعا في سيركلز صغيره جدا اهي، هو شايف ان هي بلابز. احنا هنا جايبين عدد كبير جدا من السيركل، لان احنا محددين ان المينيمم هو 50 بالنسبه للاريا بتاعت اللي احنا حددناها هنا اللي هي فلتر باي اريا 50. لو انت عايز تقلل مثلا، خليني اشيل ده، لو انت عايز تقلل عدد السيركل هتقلل المينيمم شويه، يعني ممكن مثلا نعملها
لا احنا مش هنعملها 10، احنا المفروض نزود بقى، سوري احنا المفروض نزود، لان احنا قلنا عايزين نقلل عدد السيركل، يعني انا عايز ازود الثريش هولد بتاعت شويه، فممكن مثلا نعملها هنا نخليها مثلا 500 ولا حاجه، بحيث ان هو المينيمم الاريا بتاعت السيركل اللي هي المينيمم تكون 500 والماكسيمم يكون 10,000. تعال نعمل رن كده نشوف عدد السيركل هيقل ولا لا. اه بالظبط كده، عدد السيركل قال اهو. يبقى هنا بناء على البروبلم اللي انت شغال عليها هو عايز تطلع كام بلوب من الصوره دي. طب هنا لو جينا شفنا العدد اللي احنا طبعناه بالنسبه للبلوب، هتلاقي ان هنا بيقول طبعا الصوره اللي بتعمل لها هنا شو، دي اللي احنا عاملين لها شو عن طريق المات بروتليب، وهنا ال 11 دول بيمثلوا عدد البلوب اللي احنا عملنا لهم ديتكت، وهكذا بقى. انت غير بقى الارقام دي براحتك، اللي هو المين والماكس، وهات الاريا اللي انت عايزها. وهنا لو انت عندك مثلا، هنا لو انت هتعمل فلتر باي كلر، لو انت هتعمل الصوره دي فلتر باي كلر، هنا مثلا ممكن الفولس دي تخليها ترو، والزيرو ده مثلا ممكن تعمله ان هو يبقى واحد. بس انا اعتقد كده ان هو مش هيعمل بلوب، او هيعمل بلوب ديتكشن على اي حاجه موجوده في الصوره، لان احنا بنعمل بلوب على الدائره السوداء، واحنا قلنا طالما هنعمل على البلاك يبقى لازم ده يكون زيرو. تعال نجرب كده. اه فعلا هو ما عملش ديتكشن على اي بلوب موجوده في الصوره، لان هنا انا قلت له ان انا ما بعملش ديتكت على اللون الاسمر، وهو البلوب دي لونها اسمر. فاحنا نرجعها زيرو تاني زي ما كانت، وهكذا بقى، ودي فولس، وهكذا بقى. انت يعني بتغير في البارامتر دي وتشوف التأثير بتاعها بيكون ايه على الصورة بتاعتك، بحيث ان انت تظبط على حسب البروبلم اللي انت شغال عليها. تمام، هي دي فكرة البلوب ديتكشن. الموضوع سهل يعني، ما فيهوش حاجة، محتاج ان انت تكتب الكود بايديك يعني. واي سؤال سيبهولي في الكومنت، وشكرا والسلام عليكم.